السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خوتنا مرحبا بكم. يريد قبل ما نبدأ هذا الفيديو أتوقف كما راك ثانيتين صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساش فضلا وليس أمرا تكرما منكم اشتراك في القناة ليصلكم إخواني كل ما هو جديد. عندنا أوبجيكتيف قبل الكان لحقوا 100,000، ممكن أو غير ممكن لا أعلم، لكن نخلوها على ربي. على كل حال البارح كاين بزاف اللي وعدتهم أني ندير فيديو البارحة بحول الله تعالى على الندوة الصحفية الجمل بالماضي، قلت لكم أني بحول الله تعالى نكون في الندوة الصحفية، والحمد لله ربي وفقنا وحضرنا الندوة الصحفية. يعني كنت حاب ندير لكم فيديو، يعني لقيت تقريبا يعني بتما توصل للدار وتخدم وتمونطي، يعني بز الخبر خلاص ديجا راه وصل، خصوصا النهار، خصوصا المواقع الإعلامية الجزائرية كلها اللي دارت النقل المباشر، يعني ما كان حتى شيء جديد. ما راحش نقول لكم حاجة جديدة لأنه أتطرق على الجمل بالماضي، ما أتطرقش إلى أشياء خاصة بهذا التربص ولا بكأس إفريقيا الخاصة بهذا التربص، وإنما اتطرق إلى كأس إفريقيا إلى الخاصة ب 2019 وكيفاش ألقى المنتخب. قال أنه لقيته في حالة مهلهلة جدا، كالمنتخب الجزائري عنده عقدة نفسية، يخاف يلعب حتى مع الرأس الأخضر، كان ملعب 5 جويلية يشكل لهم هاجسا، كان المنتخب يعني لو يدير ماشنين برا تلقى الجماهير الجزائرية فرحانة. وصراحة هذه هي قال لقيت تكتلات داخل المنتخب، بعض اللاعبين عم بانوا هذا المنتخب تاع باباهم، يعني لا شيء جديد. أصلا هذو المواضيع اطرقنا لهم يعني في موضوع حول 4 أشهر أو 6 أشهر لما تكلم وزير الشباب والرياضة السابق برناوي وكشف عدة طابوات، لذلك ما كان لها نديروا فيديو ونتكلموا يعني فيديو مطول. أما في هذا الفيديو احنا نتكلموا بحول الله تعالى، أولا نشكر يعني الناس اللي كانوا قائمين على هذه الندوة، الحمد لله ما كانش تعقيدات وما كانش اللي خلي الناس اللي منعوهم الدخول، يعني الحمد لله يا ربي مشكورين. ندخلوا من خوتنا لموضوعنا الأساسي والمتعلق بتسريب هذا الموضوع اللي أصبح والله العظيم لما نشوف كلمة تسريب نبقى نتساءل وشنو هي الفايدة نتاعكم لما تسرب القائمة الإسمية للمنتخب الجزائري، وكأنما افتخار، كأنما افتخار تسريبات كأنه سبق صحفي، لكن أنت راك تضر أكثر مما ينفع. بما أنه الأمر أصبح على المكشوف وكل مواقع التواصل الاجتماعي وبزاف اللي بحثونا في الإنستغرام وش رأيك في هذا الموضوع، يعني خلاص ما بقاتش يعني حاجة سرية، لابد أننا المدراي، لكن القائمة كما تقريبا 99% كما اللي قلتها لكم مقبل. دونك لا نعلم هل التسريبات هذه صحيحة أم غير صحيحة أو مجرد تهويل. على كل حال البيت نتاعي المدراي في بعض اللاعبين اللي حسب وسائل إعلام جزائرية راهي تقول أنها هذه هي القائمة الإسمية، لذلك كاين لاعبين لازم نقدم فيهم رأي. لذلك بابنا خوتنا قلنا أنه بحسب المصادر بلا ما نذكر اسمها باش ما ندير لهمش بابليسيتي، ليسونسيال راهم باينين شكون اللي راهم يخرجوا. قال لك انه في حراسة المرمى يعني استدعى 3 حراس مرمى كما كان متوقع، هما موندريا راهو يتألق ويثبت من امكاناته ويثبت في جدارته، لكن يبقى عنده نقطة سلبية واحدة انه يتمركز بعيد عن المرمى. علاش؟ ممكن حاب يولي مدافع ما نش عارف. اما الحارس الثاني مصطفى زغبة ايضا راه يقدم مباريات مهمه في الدوري السعودي، وعندنا اسامه بنبوط في القائمه الموسعه، قلنا لكم انه كاين حتى قندوز وامبولحي في وسط الدفاع. حبابنا خاوتنا ولا نبداو على الجهه اليمنى كما كان متوقع وكما قلت لكم انه عاود يستدعى يوسف عطال. انا بالنسبه لي يعني ممكن البعض ما يتفقش معايا، انا فبالنسبه لي المنتخب كاش عاطفه، ما راكش تلعب او بالاحرى مش ما راكش تلعب، ما راكش تقدم في فريقك ما تحضرش المنتخب الجزائري. احنا نسحقوا لاعبين واجدين كل واحد بطريقته، لانه دوك اللاعب مثلا يوسف عطال شحال عنده مباراه ما لعبش، 4 مباريات بدون منافسه يجي الى المنتخب الاساسي المنتخب الجزائري، واش راك تستنى منه يقدم لك فورمه عاليه؟ ما يقدم فورمه عاليه. على كل حال يوسف عطال راهو في القائمه، بالاضافه اذا كيفن غيطون يعني على بالي بالاجماع ما كاش لي يقول لي انه غيطون في المستوى العالي، وكاين اللاعبين راهم في المستوى العالي بلا ما نديروا بلبله لانه خلاص مطحن الفاس في الراس. عندنا على الجهه اليمنى يوسف عطال بدون منافسه، وعندنا كيفن غيطون الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. عدنا على الجهة اليسرى ما شاء الله عليهم رايان آية نوري، وعدنا ياسر العروسي، هذو
يعني برافو، يعني هذه هي ذو اللاعبين يعني لازم لهم كل الدعم صراحة، وباين شكون أساسي وشكون اللي ماشي أساسي حسب الخطة، لأنه الأول هجومي والثاني يلعب نوعا ما دفاعي وعنده بنية جسدية مليحة. في الوسط الميدان ما كاش جديد، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، طوغاي، طوبة، ما أنه عندنا لاعبين آخرين في القائمة الموسعة على اللي راهم في الدوري السعودي واللي راهم في اتحاد العاصمة، على كل حال تحية لهم. لذلك يعني وش رايكم انه نفس العناصر هذه مليحه، رباعي اللي راهم في وسط الميدان راهم يشاركوا بانتظام مع فرقهم، خصوصا عيسى ماندي الذي يريح جمال بالماضي الحمد لله، لكن يبقى المشكل على الجهه اليوم نحب نمد فيها رايي. هذا هو رايي انا في المنتخب، لانه علاش انا نقول لكم ما كاش عاطفه، انا عندي هدف في راسي انه لازم كاس افريقيا، عليه عندنا نجوم، لكن لما نشوف العاطفه بدات تطغى راح نعاود نقولوا للكان. لما كنا نقولوا في الكان علاش بونجاح ماهوش مليح حتى مع السد، علاه جبناه سليماني ماهوش يقدم علاه جبناه، البعض قال لك لا انت راك ضد المنتخب الجزائري ولازم ما ننكروش خيرهم. الى ولينا ننكروا الخير ما ننكروش الخير، نجيبوا عنتر يحيى، نجيبوا منصور، نجيبوا طايده، نجيبوا زياني، هذو ثان خيرهم سبق على المنتخب، لكن المنتخب فوق الجميع، ما كاش هذا كابيتان ديكيب ولا هذا قا مانيش عارف شنو هذا قدم ولا راك تقدم عكس العاب، ما تقدمش راك في ناديك تولي تقدم تجي، المنتخب ما راهوش مختص بقائمه واحده. على كل حال طول رايكم في التعليق تبقى وجهه رايي. في خط الوسط استدعاء سفيان فيغولي، دوك نقول لكم علاش جاب سفيان فيغولي، بالإضافة عودة نبيل بن طالب اللي ولا معلي الحمد لله يجي يلعب منطقي، بالإضافة رامي الزروقي المتألق مع فينورد، وعدنا حسام عوار يشارك باستمرار، وعدنا عودة زرقان وهشام بوداوي الذي لم يقنع لحد الآن في المنتخب، في نواديهم ممكن، هنا في المنتخب لا. ممكن نقول انه يستدعى هشام بوداوي لانه يختير النجم الشهر في فريقه، ضم تشكيله مثال في فرنسا، لكن كاين فرق ما بين شخص يقدم لك في المنتخب وكاين شخص او يقدم ما يقدم لكش اصلا في المنتخب. ماشي لا دوك مثلا مليح صح وفرض روحه في فريقه، لكن ما ننساوش نقطه مهمه ايضا انه اسكو في المنتخب يقدم ولا ما يقدمش. على كل حال طول رايكم في هذه القائمة، قلنا في الاسترجاع بن طالب، زروقي، آدم زرقان، هشام بوداوي، وعدنا حسام عوار الله أعلم. وعدنا في الخطوط الهجومية رياض محرز شيء منطقي، أو يتألق مع ناديه مؤخرا مباراة في القمة لكن لحيت لمن تنادي بالنسبة اللي لعبوا معه. وعدنا أيضا بالإضافة إلى استدعاء إسلام سليماني لحد الساعة تستدعيه منطقي، لكن يوم 3 ديسمبر راح يتوقف إسلام سليماني عن المنافسة إلى غاية بداية كأس إفريقيا بدون منافسة. طول رأيكم في التعليقات. وعودة بغداد بونجاح أيضا ومحمد الأمين عمورة، وبعكس الكثير من التوقعات عودة سعيد بن رحمة استدعاه على حساب يوسف بالليلي. شتو يعني جمال بالماضي ما عندوش حسابات شخصية. سعيد بن رحمة عاود استدعاه، وأيضا فارس شيبي وبدر الدين بوعناني والوافد الجديد أمين قويري. هذه هي القائمة أحبابنا خوتنا اللي صراحة الصدمة بالنسبة لي لما شفت بدر الدين بوعناني والوافد الجديد أمين قويري. أحبابنا خوتنا هذه هم يقولوا عليها تسريبات، لكن أنا وجهة رأيي الشخصي إذا كانت هذه هي الحقيقة صراحة شوفوا خلوني مور الماتش بنتكلم، لأنه بدر الدين بوعناني ما هوش يلعب، جيبوا عطال ما هوش يلعب جيبوا، آدم زرقان وبوداوي ما يقدموش جيبهم، ما على باليش علاش. على كل حال طول رايكم في التعليقات ما نتكلموش، تبقى قلنا أنه هذه هي تبقى تسريبات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.